رصه السنان ورسمه الاسنان دي بتنم عن سلوكيات البني ادم اللي قدامنا التشخيص السليم التكنولوجيا فيه شرط اساسي وركن ركين بيهتم بأناقته، ما في حد بيبقى انيق واسنانه بايظه هو الشكل بس انا عايز الشكل وفانكشن وكل حاجه من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحه الضب بسبب العض ده لازم جراحه الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان اهلا بيكم انتوا عارفين ان انا بحب التاريخ من اول تاريخ القديم قوي انه الفراعنه اول ناس عملوا فرشاه سنان اه ويقال انهم اول ناس عملوا معجون سنان واول ناس عملوا زراعه سنان كمان لغايه لما بدات الزراعه الحديثه الحقيقه في 1965 التاريخ ده في عالم الزراعة مهم جدا لأنه راجل اسمه جوستا لارسن جوستا لارسن ده ده متطوع سويدي تطوع لدكتور اسمه انغفار براني مارك دكتور أو بروفيسور انغفار ده راجل فكر في فكرة جديدة جدا في في الوقت ده إنه يحط تيتانيوم سلسله من قطع التيتانيوم في لسه او تحت لسه لارسن عشان يزرع فيها السنان ومن هنا كان المريض لارسن ده كان عنده مشكله في خلقيه في السنان فزرعت له السنان بالتيتانيوم ده وقعدت فيها في سنانه التيتانيوم لمده أربعين سنه وفي 2006 اللي هو بعد الزراعه ب 40 سنه تقريبا بعد ما وفاه لارسن لما طلعوا قطع التيتانيوم التعويضيه اللي موجوده بالزراعات اكدوا انها سليمه وما اي شوائب ما اي حاجه خالص وبدات من ستينات الزراعه وفكره ان احنا نحط التيتانيوم دي فكره ثابته من ذلك التوقيت وبقى خلاص عارفين كلنا انه التيتانيوم دي ماده خامله استفاد منها العلماء انه العظم بيتكون حواليها وبيبقى هي والعظم شيء واحد ودي فكره الزراعه الاساسيه. التاريخ دوت يخلينا نقف قدام الزراعه الحديثه ونقول ان الزراعه الحديثه صحيح فيها تطوير كبير لكن هو مبني على فكره طبيه من سنه 1965 النهارده هنتكلم عن الزراعه بالتفصيل ضيفي العزيز الذي يسعدني وجوده معنا دائما وبيبدع في حواره دائما صاحب الحضور الرائع جدا استاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان صاحب زماله الكليه آه كليه الجراحين الملكيه وعضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان ضيفي العزيز اهلا بك يا دكتور اهلا دكتور ازي حضرتك عامل وحضرتك وحشني جدا اخبارك ايه التاريخ قديم تاريخ قديم بس على طول في تطور آه اكتشاف ان التيتانيوم اصلا من قبل حتى ما نجربه في الاسنان ان تيتانيوم بيبني او بيسحب بيبقى عامل زي مغناطيس اللي بيسحب العظم عشان يبني فوقيه ده وصلنا النهارده ان احنا نقدر نقول جمله مهمه جدا ان من حق اي حد في الدنيا انه يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره واحنا نقدر نوصله لده كل شويه الدنيا بتتطور عشان تسهل لنا القصه دي زمان كنا بنعمل فتح وكان ديزاين السرعات نفسها كان يعني مش كونيكل زي موجود دلوقتي او مش دائري زي دلوقتي كانت الاول بتبقى عامله حاجه زي السكينه بتخش جوه العظم وكنا بنفتح عمليه كبيره ونثبتها بمسامير مش عارف ازاي والكلام ده كله لكن دلوقتي بقت ان احنا بنحط الزراعيه في جلسه واحده بدون ما نفتح فتح خالص تمام كلها نقطه عباره عن ملي وبتنجح وبيقدر ياكل المريض على على اسنانه او خلينا نقول الفاقد الاسنان بلاش المريض ان هو مش مريض هو فاقد اسنان يقدر ياكل عليها بقيت حياته كلها بطريقه كويسه جدا وياكل عليها قصب كمان. <applause> الحل الامثل لتعويض السنان الزراعه ولا البريدج طبعا <تصفيق> طبعا <تصفيق> الزراعه <تصفيق> خلي بالك يا دكتور مفيش حاجه بتعوض الاسنان بتاعت ربنا يعني ما نقدرش لما نبرد السنه بتاعت ربنا الطبيعيه احنا كده احنا ضعفناها وادينا فرص كبيره ان يحصل فيها مشاكل وبعدين لما السنه بتتخلع اللي بيحافظ على حجم العظم اصلا هي السن اللي جواه بيبدا العظم يكش فيبدا يعمل تسريبات تحت التركيبه اللي يبوظ السنه الثانيه عشان كده بيقول لك انا كنت عامل تركيبه والسنه جرت الثانيه في الثالثه في الرابعه لحد ما فقد اسنانه كلها في وقت صغير زي ما احنا شايفين دول ثلاث زراعات دول كلهم بارلل كلهم متوازيين لبعضهم كويس جدا هيقدر ياكل عليه كل اللي هو عايزه من غير ولا سنه طبيعيه هو ما عندوش دلوقتي ولا سنه طبيعيه ثلاث مسامير دول اتحطوا دي زرعات فوريه دي اتحطت واتحملت في نفس الجلسه بس ده يتطلب ان هو يكون صحته كويسه يكون عنده عظم كويس تكون زرع زرعات ليها معالجه سطح وليها ديزاينز عالي جدا عشان خاطر تديني الاستابيليتي او الثبات الاولي اللي بيخليها تفضل ثابته وما فيها مشاكل بعد كده خالص <applause> فدي دي من من ال... يعني من الحالات اللي احنا بنقول فيها ده هنا مثلا دي زرعيه لسنه واحده تعويض سنه واحده انا برد السنه اللي في النص الناحيه الثانيه والناب عشان اعوض الزرع السنه رقم اثنين لا طبعا دي سنان ربنا احنا عايزين نرجع للي احنا خسرناه سواء باهمالنا او مشكله تانية حصلت اكسيدنتلي او عن طريق الخطا بالظبط كده فاحنا هنا حطينا الزراعيه دي زراعيه برضو فوريه هنا انا كنت مصور الصوره دي عشان نبين ان احنا بنعمل حاجه اسمها جينجي بروفايل بنبدا نرسم اللثه حوالين الزراعيه عشان لما السنه تطلع في الاخر نقدر نقول ان مش باين خالص ان هو معوض السنه المفقوده دي باي تركيبات او اي زراعه فهو دي دي كانت حته كده زياده عشان نقول ان احنا بنرسم اللثة عشان خاطر تطلع تدينا طبيعيه اكتر احنا بندور على ايه ندور على فانكشن وظيفه نقدر ناكل نقدر نعيش باسناننا كويس قوي وبندور على جمال ساتكس ان شكلها يبقى طبيعي او الاقرب للطبيعي الراجل ده قعد من غير اسنان فتره طويله كان عنده مشاكل فيه دمور في ضمور في العظم قدرنا نعالج ده نعالج ده بالزراعه ودلوقتي هو عنده الاسنان اللي تحت دي قبل من اهم من العمل ضبط العمل طبعا الاجراءات اللي طبعاً. بتعمل قبل طبعا طبعا مهمه قوي في الزراعه طبعا طبعا قبل قبل الزراعه قبل اي حاجه اول ما المريض بيقعد قدامي او اللي هو صاحب الاسنان المفقوده بلاش نقول مريض مم. لان هو صاحب اسنان مفقوده بنبدا نتكلم معاه ناخد الميديكال هيستوري بتاعته هل عنده اي مشاكل صحيه هل ضغط سكر كل ده احنا بنتعامل معاه يعني ينفع له زراعه برضه بس لو السكر طب السكر التراكمي بتاعك كام ونبدا نشوف لو هو عالي شويه ننزله لحد ما نقدر نحط له الزراعات الزراعات دلوقتي بتقدر تقف التغير تقف قدام التغيرات بتاعت السكر اللي هي بتحصل اكسيدنتلي بس ما يبقاش حياته ان انا سكري 300 و400 والتراكمي بتاعي 10 و11 والكلام ده كله مش هتقدر تقف قدامها م. لكن نقدر ان هو مثلا لو هو عند ال8 8 وشويه نقدر نزرع له تحت التسعه يعني مم. تمام وتفضل قاعده معاه وتستحمل ان هو مع شويه زعل مع اي حاجه طلعت وما لي مره ثانيه هنا احنا بنعمل تريتمنت بلان على الاشعه المقطعيه اكمل لحضرتك بس ايه اللي احنا بنعمله في الاول مم. لازم نعمل نكشف كشف كلينيكال نشوف الوضع جوه عامل ازاي ايه الاسنان الموجوده والاسنان المفقوده وفيها اي تخلخل او اي حاجه بعد كده بنعمل حاجه اسمها الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد هي الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد هي الاشعه اللي بتقطع لنا عظم الفك زي ترانشات اللانشون كده رفيعه قوي في كل الاتجاهات من قدام لورا او ورا لقدام كروس سكشن زي كده اهو نقدر ناخد قطعات من الجنب ده للجنب ده من تحت لفوق او فوق لتحت وبعد كده بنحدد هنزرع ازاي زي الصوره اللي فاتت م. في الصوره دي احنا واحنا بنعمل الاسسمنت ده في الاشعه المقطعيه الصوره اللي فوق باين فيها دايره سودة تحت الانف جنب الكروس الاصفر م. وتحت الدايره السوداء دي راحت بقت لونها ابيض، حضرتك شايفها؟ ده كان كيس دهني نتيجه علاج عصب قديم في السنه بقاله فتره، المريض كان بيشترك ان السنه بتتلخلخ، بدا يطلع افرازات من اللسع حوالين السنه، فاحنا شلنا السنه اللي بتتلخلخ، نضفنا الكيس الدهني، حطينا بداله عظم، استنينا شويه عشان نقدر نركب في الزراعيه بتاعته. في حالات بنقدر نزرع في نفس الوقت، يعني ايه؟ ننظف كيس الدنيا لو حجمه صغير شويه وفي حته عظم تدينا ثبات اولي هنقدر نعمل ده. في الحاله دي دي كان عنده مشكله ان كانت اللف كتير قالوا له احنا مش هينفع نزرع لك فوق كان عنده الجيوب الانفيه نازله ما فيش عظمه فوق الصوره الاولانيه فوق دي بعد زراعه الجيوب الانفيه تحت دي بعد وضع الزراعات كلها بتاعت الفم وبعد كده بقى الأسنان. كل دي تجهيزات اجراءات قبل الزراعة. هنا دي مهمه قوي معلش آه. بدون قطع كلام حضرتك آه. هنا انا بتكلم عن انفكشن كنترول احنا دكاتره بنتعامل في الدم وعايزين حاجه تنجح اي انفكشن في المكان وده في ناس كتير مش بتتابعوا. اي عدوى في المكان اي قله اهتمام بالنظافه خصوصا في الزراعه بالظبط هتؤدي الى فشل الكلام ده هنا احنا ملبسين المريض جاون ده جاون مخصوص للمريض دكاتره لابسه جاونز، دي بتترمي سنجل يوز لابسين اوفر هيدز عشان خاطر ما ينزلش شعرايه صغيره جوه الجرح تبوظ لنا الدنيا أوه. فاهم حاجه في الدنيا هي الانفكشن كنترول وده في كل التخصصات الطبيه أوه. مش عندنا بس يوم ما تخش عياده تلاقيها مش نظيفه او مش واخد كل الاحتياطات بتاعت الانفكشن كنترول اللي هي العالميه اللي انت تحس ان انت داخل في مكان نظيف ده مكان ما تقدرش تثق فيه أوه. في الزراعة بالذات لأنه حتى عندك مادة يعني معدنية فلو جاء عليها انفكشن هو مش وصل دم بالظبط فمش هيعرف المناعة ]ها في قصص ومش تمسك الزراعية ونبدأ نقول يا ترى ما مسكتش ليه ويبدأ يحصل باس ونقول يا ترى جاي له صديد ليه ويا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى وهو الموضوع بسيط جدا هو كان لو في انفكشن كنترول عالي شوية كانت لم أكيد من سنة 1965 من أيام الأخ لارس ده اسمه صعب خالص آه. لغايه دلوقتي آه يعني في اساليب حديثه دلوقتي يعني طب. في 2021 و22 احنا بنتكلم على اساليب متطوره ايه هي الاحدث زمان كانوا بيستخدموا التشيزل والمالت عشان بيدقدقوا في العظم عشان يركبوا زراعه مثلا ويفتحوا فتحه وعمليه كبيره وقاعدين دلوقتي احنا بقينا بنعملها في ملي صغير بنقدر نشتغل منه كل حاجه دي مثلا في الزراعة عشان نرفع الجيوب الأنفية بقينا نقدر نعمل حاجة اسمها كلوز ساينس ليفتنج إن نرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح برضو دي من الحاجات اللي اتطورت جامد قوي معالجة السطح نفسها بتاعت الزراعية اللي هي ساعدت على إن الزرعية تمسك أحسن لا اشرح يعني إيه معالجة السطح؟ معالجة السطح بعد ما الزرعية هو تيتانيوم جسم تيتانيوم أنا موافق على الكلام ده مم. بيبدأوا يخش الأول مرحلة يتعمل له زي بورز أو يعمل له تعريك شغ... شغ... صغيرة عشان يعشق فيها العمر في سطح الزرع في سطح بتاع الزراعية نفسه وبعد كده تعرض لجاما ريز جاما ريس دي بتزود او بتحفز المعدن ان هو يسحب الكالسيوم عشان خاطر يبني العظم فوقيه كل دي التطورات ادت الى نجاح الزراعيه التكنيكس احنا قلنا التكنيك الاول اللي هو بتاع ان احنا نفتح ملي سواء عن طريق الليزر او سواء عن حاجه اسمها بانش يعني زي الخرامه كده بتفتح لي الملي ده بس واشتغل منه كل حاجه في حاجه اسمها البي ار بي والبي ار اف استخدام البلازما بنطلع منها البي ار بي والبي ار اف اللي هي غنيه بعناصر النمو والشفاء اللي هي بتادي ان الزراعيه تمسك بشكل احسن ودي خصوصا بنستخدمها لو احنا هنزرع كميه عظم كبيره. <applause> هنا طبعا ده احنا هنا بنبين عدد الزراعات احنا حطينا له هنا ست زراعات فوق وست زراعات تحت. فكه كان محتاج ست زراعات فوق وست زراعات تحت عشان نركب له تركيباته الكامله ويقدر يعيش بعد كده بشكل طبيعي. في <applause> ناس هنا هي نفس هي الكلام. هي نفس الحاله اهي مش دي نفس الحاله نفس الكلام بالظبط آه روعه جدا اه كان ابيض وبعد كده عمرنا الصحراء <applause> عمرنا الصحراء كان ابيض فعلا اه عمليه في دي في ساعه الا ربع في ساعه الا ربع ساعه الا ربع ما انت مش بتفتح مش بتعمل حاجه تك 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 ده بالبنج آه. تك 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 خلص الموضوع فوق وتحت ها؟ آه؟ طيب دلوقتي في ناس بيحصل لهم اما انهم يخلعوا سنه او سنه بتتدمر تدريجيا ويبقى منها لا شيء وتروح وهي كمنها في الجزء الخلفي من الفم ربما مش باينه فبيتركوها وفي ناس بتسيب سنان باينه برضه يعني للاسف ايه عواقب ان واحد يت... يروح منه سنه خصوصا في الجزء الخلفي بس واحد في الجزء الخلفي ولا هي مش باينه مش باينه انا ما بقولش عليها قوي صح م. في ناس كتير بتجيلي كده خلي بالك يا دكتور ايمن دي زي القنبله الموقوطه السنان سبحان الله كلها في حاله حركه كل واحده بتسند على اللي جنبها وبتسند وبت... على اللي قصادها لما بنشيل سنه من النص بيبدا يحصل تغيرات في الاسنان اللي حوالينا هتلاقي السنان اللي حواليها بدات تميل عشان تعوض الحته الفاضيه زي ما احنا شايفين دلوقتي دلوقتي احنا ادي خلعنا السنه ما يبدا يحصل ميل هيحصل دلوقتي الميل اهو اهو العظم التاكل في النص بدات الاسنان تميل على بعضيها واللي هيبوظ الاسنان دي السنه اللي فوق دي حصل لها اوفر اروبشن ونزلت عشان تعوض القصه مسافه قفلت بس بوظت السنتين اللي جنبها والسنه اللي فوقيها كل ده هيبوظ لي وهيخليني اخسر سناني عارف ال او 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 الخيط لما يكر اه لما تقع ورا بعضها صح أه. بالظبط كده الدومنا لما تسحب ورا بعض فجاه يلاقي نفسه بسبب سنه واحده ما عوضهاش قرت معايا بتبقى مشكلة كبيرة اه مشكلة كبيرة ومع ان حلها ما بياخدش ثلاث اربع دقايق السؤال طيب ما في ناس تيجي لك تقول لك انا عايز ازرعته بيتعمل لها اشعة يقول لك ما فيش عظم هزرع لك فين؟ ما هو ده ده سؤال مهم جدا وده هنا اللي بيبين لك فعلا المهارة بتاعة المكان والتكنولوجي والايد خلي بالك انا ممكن يبقى عندي التكنولوجي كلها بس الايد مش 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 كويسه هو في سؤال جاي المهاره والتك... ولا التكنولوجي ده سؤال اتنين, جاي. مع اتنين مع بعض اتنين مع بعض اتنين مع بعض مم. التكنولوجي بتديني تخليني اشوف ما ينفعش اخش جوه اوضه ضلمه واقعد على الكرسي من غير ما اشوف الاشعه دي مهمه جدا انا جايبها عشان اوريها شايف الخط الاصفر في في الجزء اللي فوق ده عصب الفك ده inferior افيلر نيرف تمام ده مستواه عالي فوق فوقيه ملي عظم تحت انا حاطط زراعات زراعتين في نفس مكان العصب بالظبط احنا عملنا كده ازاي في الحالات اللي زي دي الراجل ده عايز ياكل ومعندوش عندوش سنان هو عنده العظم متاكل قدامه في كل حته بس دي يعني انا جايبها عشان خاطر احدد النقطه دي وفوق انا زارع عظم في الجيوب الانفيه برضو يعني ده 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 العادي بس مش العادي اللي انا هتكلم فيه في عصب الفك احنا هنا فتحنا هنا كان لازم نفتح ما ينفعش بالملي فتحنا طلعنا العصب من مكانه ونقلناه في ليفل تاني وقدرنا نحط الزراعات بتاعتنا ونقفل مره تانية هنا لما حضرتك حد يقول لك انت ما ينفعكش زراعه ما فيش حاجه اسمها ما تنفعش في حاجه اسمها احنا هنا نقدر نعمل لحد فين وفي حته تانية احنا ممكن نعمل حته اعلى من كده <applause> هنا هنا انا شارح ده شايف اللي انا ماسكه ده هنا في فيديو وانا بعمل العمليه اللي انا ماسكه ده عصب الفك اوكي <applause> شايفه ايوه ري بوزيشن اوف ذا انفيرور <applause> الفيلر نيرف ايوه شايفه شايفه يا دكتور ايمن دي ناس كتير بتعملها بس يعني بتتعمل بحرفيه عاليه قوي بنقدر نعمل كده هنا ما كانش في عظم فوق خالص أوكي. تمام ده اخد وقت مننا شويه لان احنا قعدنا نبني في عظم الفك اخد مننا كذا شهر وبعد كده قدرنا نحط الزراعات بالمنظر اللي تحت ده ودلوقتي هو بياكل كل اللي هو عايزه هنا انا عايزه اوري حاجه هنا ده عظم حيواني مع جزء من عظمه المريض نفسه واحنا بن... واحنا بنفتح فتحات الزراعات بيطلع شويه عظم بنخلطهم ببعض وده بيدينا فاعليه اكتر من العظم اللي احنا بنجيبه من بره الباودر تمام ده بيخلي الاسيو آه، <applause> انتجريشن بتاعته تزيد مم. فده هنا كنا بنوري العظم بتاعنا واحنا بنحطه هنا زرعين رافعين الجيوب الانفيه زي ما حضرتك شايف بكميات كبيره وزرعنا فوق وتحت زي ما احنا شايفين الجزء الفوقاني ده ده كان ابيض ما فيهوش آه، حاجه كان دي زراعه عظم الابيض ده ده عظم مزروع اها دي كميات عظم مزروعه كبيره عشان خاطر نرفع بيها الجيوب الانفيه ونعمل زي قاعده او او لما تيجي تبني عماره مش لازم الاوعيه بتاعتك تبقى كويسه احنا بنعمل الاوعيه عشان نقدر نبني الامور الابتسام الل الل اللثويه دي برضو من الحاجات اللي في عالم التجميل يعني خلينا اقول لك احنا مثلا احنا بنتكلم في الزراعه بس برضو الابتسام اللثويه بتفرض نفسها حتى مع الزراعه والتجميل طبعا طبعًا. أه. طبعا في ناس خلي بالك يا دكتور ايمن ان الابتسام اللثويه دي بتعمل عقد لبنات كتير جدا وفي بنات مش بيبقوا قادرين بيها وفي بنات ما بتبقاش بتغيرها إيه؟ 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 مع ان يعني في حد تاني قاعد بيتكلم عليها اه دي بتبقى عباره عن ايه؟ هي اللسم المفروض اصلا في الضحكه تبان قد ايه؟ المفروض تبان من زيرو ل 3 مللي تمام؟ اكتر من كده دي اسمها ضحكه لثويه ليها درجات طب ايه اسبابها؟ يا اما انا لما الشفه بتاعتي لما بضحك الشفه بتاعتي بتترفع زياده عن اللزوم يا اما اللثه نازله على الاسنان زياده عن اللزوم م. فحاله ان هي نازله على الاسنان زياده عن اللزوم دي بنعمل لها حاجه اسمها جنجيفاكتومي بنشيل جزء من اللثه بمشرط او بالليزر ونرسمها من اول وجديد ونوضح الاسنان وتبقى الدنيا زي الفل بسيطه هو كلها بسيطه دي الابسط طب لو انا الشفه بتاعتي بتطلع فوق جامد لما بضحك نبدأ نعمل ايه نعمل عمليه صغيره في الشفه بنغير مكان الانسرشن بتاعها بنغير مكان اللي هي طالعه منه نخليها تقفل عند حته اوطى شويه ففي الاخر النتيجه بتاعتنا العمليه دي ما بتاخدش مننا اكتر من ربع لثلث ساعه في الاخر النتيجه بتاعتنا ان اللسه هتبان بمقدار من الزيرو ل 3 مللي وهتفرق في الشكل بنسبه 85 90% جماليا اكتر من الوضع اللي كان عليه. طبعا طبعا ما بقولش ان هو كان وحش بقول ان هو هيبقى احلى بنسبه 85 90% الابتسامه اللي سويت بتدي انطباع بالطفوله بتدي انطباع يعني مش مريح للعين. بالظبط. اه خلينا اوريك بقى شخصيه ابتكرناها اسمها ابو العريف، ابو العريف ده بيفتي. اوكي. في الاسنان في كتير من الناس بتفتي في الاسنان. طبعاً. طبعًا. في ناس بتفتي في الاسنان وهم في الفيلد دي مشكله تانية خالص دي مشكله تانية خالص صراحه صراحه دي مشكله <applause> تعال نسمع ابو العريف هيفتي ابو العريف ايه <applause> يا باشا عم سيد اخو عم راضي ابو حماد الراضي وزكريا راضي راجل كبير عنده كام درس مخلوع من زمان ومصهين عليهم راح لدكتور عاوز يزرع مكانهم الدكتور قال له ما ينفعش السكر مش مظبوط والعضمة بصر ايه هنعمل لك خطة تانية تناسب حالتك خطة ايه يا عم سيد هو ماتش المنتخب اللي يقول لك هنعمل لك خطة مخصوص لحالتك يا عم سيد يبقى بيكبر الموضوع وهيدفعك كتير انا هوديك مركز طول السنة بيعمل أوفرز ما بيقولش لحد لا على أي حاجة، اللي أنت عاوزه هيعملوه لك بأرخص الأسعار، أي خدمة يا عم سيد؟ هنا هو ارتكب كل الجرائم <applause> <applause> مبدئياً أنا أصلاً مش بدور على أرخص ولا أعلى، يعني النقطة اللي في الآخر أنا بدور على الطب. أنا مش بدور يعني ده سعره كام، لا الأغلى أحسن ولا الأرخص مطمئن مطمئن احنا ندور اللي هيقدر بضمير عالي يعمل لي الشغلانه وانا مطمن نفسيا ان انا في ايد امينه يعني فكره اللي دي كمان حاجة. فكره اللي يقول لك المكان اللي ما بيقولش لحد لا ما هو السكر يعني اللي عالي قوي ما في الاخر انت اللي هتلبس يعني انت دلوقتي <applause> حطيت الزراعات بتاعتك وسكرك عالي ايه اللي هيحصل زرعت هتقع ما هي هتقع في الاخر آه. لا انا لازم اروح الدكتور اللي هو لو اخذني على قد عقلي او هو جراني في الكلام وسمع كلامي عشان خاطر مجرد يعمل الشغلانه ده لازم تسيبه وتمشي الدكتور اللي هو يشتغل من غير اشعه تسيبه وتمشي المكان اللي مش نظيف تسيبه وتمشي الدكتور اللي هيسمع كلامك في الخطه العلاجيه بتاعته يعني ايه انت بتقول انا نفسي في كذا هو بيقولك دي في الحدود الفلانيه يعني انا لازم اعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لو الخطه دي اتغيرت عشان طلب منك ده تسيبه وتمشي يبقى معنى كده ان انا ممكن اغير كلامي على حسب الديل لا احنا لازم نبعد ده مش بيزنس ده طب احنا محتاجين نروح لحد تراستد نبقى واثقين ان هو يوصلنا لاحسن نتيجه باحسن خطه علاجيه دون تدخل اي بيزنس في الموضوع لان احنا مش تجار احنا دكاتره في الاخر انت <applause> <applause> شكرا دكتور كالعاده ابدعت شكرا الحوار معك دائما له متعه خاصه جدا في الشرح والتفصيل ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الاسنان المثير جدا الاستاذ دكتور كريم مكادي استشاري زراعه الاسنان وتجميل الفم والاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه وعضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان كان في الناس الحلوه خليكم مع